السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بي ذا فيرست. خليك الأول، معكم مستر هيثم التركي مدرس العلوم. إحنا طبعا النهاردة بنشتغل في درس بتاع العدسات، عايزين نعرف بإذن الله تعالى إن إحنا نتعلم إزاي نرسم الرسومات بتاعة العدسات. طبعا إحنا في الفيديو اللي فات، الناس اللي ما شافتهوش هسيب لكم الوصف، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. طبعا إحنا كنا عرفنا إزاي نرسم المرايا واستخدمنا البرجل وعملنا الرسومات بتاعة المرايا كلها، والحمد لله الحمد لله ناس كتيره جدا علقت وكتبت لي ان هي استفادت جدا من الدرس او من الفيديو اللي فات ان شاء الله. فاحنا النهارده باذن الله تعالى هنبدا نرسم العدسات. طبعا في العدسات هنرسم، طبعا في ناس بترسم بالبرجل، طبعا انتوا عارفين العدسه دي بتبقى عباره عن جزئين سطحي من كره، يعني كرتين عباره عن بعض، كره وكره. فبالتالي في ناس بتقوم رسمه تمسك البرجل وترسم بكره، وفي ناس ترسم برجل تاني ترسم كرتين ويبدا يشوف حط المرايه العدسه بتاعته. احنا هنرسم العدسه بشكل اخر، ان احنا هنرسمها بمسطره فين. اوريها لكم طبعا مسطره فين واحنا شغالين، بيبقى فيها شكل بيضاوي، هو ده اللي احنا بنرسم بيه العدسات، ودي بتكون بطريقه اسهل. طبعا احنا بنخلي بالنا كويس جدا من الارقام اللي احنا بنقولها، وبنحط نفتح نعمل العدسه ازاي، ونطلع كام سنتي من هنا كام سنتي من هنا، نحط المركز نحط البؤره، الحاجات دي كلها والاشعه طبعا نخلي بالنا، واهم حاجه طبعا تبقى عارف مكان الجسم اللي انت هتحطه، يا ترى بعد المركز عند المركز بين البؤره والمركز عند البؤره وهكذا. تابع معايا الفيديو ان شاء الله تستفيد. طيب أول حاجة يا شباب عايزين نرسمها مع بعض الأشعة اللي بتكون ساقطة على العدسة المحدبة. طبعا احنا عارفين عندنا في ثلاث أشعة مهمين جدا، أول شعاع اللي هو الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي، وده بينكسر مرة بالبورة هو أو امتداده، وطبعا الشعاع الثاني اللي هو مرة بالبورة بينعكس موازي للمحور الأصلي، والشعاع الثالث اللي هو مرة بالمركز البصري بينفذ دون أن يعاني أي انكسار. طب أنا هعمل إيه يا مستر؟ بصوا يا شباب، أسهل طريقة إن احنا أرسم بيها العدسة إن أنا برسمها بمسطرة فين دي. طبعا أنتوا عارفين مسطرة أشكال فين ديت، تمام؟ هنا الشكل اللي في النص ده اللي هو الشكل البيضاوي ده هو ده اللي انا برسم بيه العدسه المحدبه. طب هعمل ايه يا شباب؟ بصوا كده، اول حاجه عندي طبعا العدسه، لو انت عامل المسطره بالمنظر ده هتحس ان العدسه هنا معوجه، فانت لازم تعدل العدسه كده هو بالمنظر ده، تمام؟ يبقى دي اول خطوه عندي يا شباب، ان انا لازم اعدل العدسه. طب ده اول حاجه. تاني حاجه يا شباب، ان انا عايز اخلي سطر كده في نص العدسه بالظبط، شايفين السطر ده في نص العدسه اهو، فدوت انا عايز اخلي كده سطر في نصها، بحيث ان انت لما تيجي ترسم تحس ان العدسه مقسومه فوق زي تحت، وتقوم عامل كده الخط العدسه بتاعتنا بالشكل ده. طب بعد كده تيجي تقسم العدسه بالنص بالمنظر ده كده اهو، شايفين يا شباب؟ تمام. وهتيجي هنا في النص تحط لي نقطه اسمها صاد اللي هو المركز البصري. طيب بعد كده تعمل ايه؟ هتيجي من عند صاد كده اهوت هنا كده اهوت وتطلع 6 سنتي اهو. بصوا يا شباب كده، هطلع 6 سنتي من عند صاد، خلي بالكم يا شباب من الكلام اللي انا بقوله، من عند صاد تطلع 6 سنتي، تحط لي في الاخر هنا ميم، وفي النص بالظبط هنا تحط لي ب اللي هي مين ب دي يا مستر؟ اللي هي البقره. طب وتيجي نقط برده نفس النظام، تطلع 6 سنتي، تمام؟ هتحط في الاخر هنا ميم، وتحط في النص هنا ب اللي هي مين ب دي يا شباب؟ البقره. طبعا زي ما انتم شايفين انا بطلع من صاد. طب بعد كده هعمل ايه؟ هاجي هنوت كده اقوم راسم شعاع موازي للمحور الاصلي اهو، شايفين الشعاع ده كده موازي للمحور الاصلي، بوصله يا شباب لغايه الخط اللي عندي في النص ده، الخط اللي انا عملته ده بوصل عنده لغايه عنده الشعاع، ما تجيبوش من بره هنا ولا من جوه هنا، لا اوصله لغايه الخط اللي في النص اللي عندي اللي انا عملته. طب وبعد كده بعمل ايه؟ بقوم عامل كده اهوت اهو، اكسره بحيث ان هو يمر بالبؤره اهو يا شباب، تمام كده. يبقى انا كده دلوقتي اهو ادي رسمت الشعاع الاولاني اللي هو شعاع موازي للمحور الاصلي زي ما احنا شايفين اهو، فانكسر موازي فانكسر مارا بالايه؟ بالبوره. تعال نرسم شعاع الثاني اللي هو مارا بالبوره، هرسمه ازاي بقى اللي هو مارا بالبوره؟ تعال كده نشوف مع بعض اهو، اهو برده هعدل المسطره، اخلي فيه سطر في نص العدسه ده مهم جدا عشان عملت المحور الاصلي عليه، بص بقى فوق زي تحت بالظبط، ادي اهو الشكل الثاني بتاعنا، تمام؟ واعمل كده اهو، احط في النص هنا زي ما احنا متفقين صاد اللي هو المركز البصري. طب هعمل ايه بعد كده؟ زي ما اتفقنا باجي من عند صاد، باجي من عند صاد واطلع 6 سنتي اهو بالمنظر ده كده، بحط هنا ميم وفي النص بالظبط بحط ب، واجي برده نفس النظام هنا كده بحط في الاخر هنا ميم وفي النص بالظبط ب. الشعاع التاني بقى اللي هو مرن بالبؤره، هعمل ازاي بقى المرن بالبؤره؟ ادي اهو شايفين، ادي البؤره اهي مع الخط اللي في النص، برده زي ما اتفقنا لازم الشعاع يوصل للخط اللي في النص ده اهو، وبعد كده هو بيبدا ان هو ينكسر موازيا للمحور الايه؟ الاصلي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده اهو، انكسر موازيا للمحور الاصلي. طب
الرسمة الثالثة عندنا بقى اللي هو مرن بالمركز البصري، ودي أسهل رسمة فيهم، إن هو على طول بينفذ دون أن يعاني أي انكسار. أدي أهو دلوقتي كده تمام، أدي العدسة أدينا قسمناها بالنص زي ما إحنا شايفين، هنحط هنا أقساط في النص كده تمام، وهاجي بطلع زي ما اتفقنا الستة سنتي بتوعي همت تمام، هحط هنا في الاخر ميم وفي النص بالظبط ب، وهنا برضو النظام هطلع 6 سنتي واحط هنا في الاخر ميم واحط في النص ب. خلي بالكم من المقاسات والمسافات دي مهمه جدا جدا. هرسم بقى شعاع مارا بالمركز البصري بينفذ دون ان يعاني اي انكسار بالشكل ده. يبقى كده انا رسمت الثلاث اشعه بتوعنا، ادي ده الشعاع الاول وادي ده الشعاع الثاني وادي ده الشعاع الايه الثالث، وزي ما انتم شايفينهم كده بالظبط. تعالى بقى نركز كده مع بعض، احنا هنستفيد بقى من الحاجات ديت ايه، في ان احنا نرسم بقى الصوره اللي متكونه بواسطه العدسه المحدبه تمام. طبعا يا شباب زي ما احنا عارفين في العدسه المحدبه الصوره هتتغير حسب اتجاه او حسب موضع الجسم. فاول حاجه اللي انا هتكلم عليها الجسم بعد مركز التقور، اول حاجه هتكلم عليها يا شباب الجسم بعد مركز التقور. طب انا هعمل ايه يا مستر عشان ارسم الجسم بعد مركز التقور دي؟ قال لي زي ما انت عارف بترسم بالظبط. بمعنى ايه؟ هتبدا تحط برضو العدسه بتاعتك زي ما احنا متعودين، وتخلي سطر في نص العدسه بالظبط يا شباب، اهو زي ما احنا عاملين اهو في نص العدسه بالظبط. طب بعد كده اعمل ايه؟ تقوم راسم كده بالمنظر ده، ادي العدسه، تبدا بعد كده برضو تقسمها بالنص كده زي ما احنا شايفين، هتحط لي هنا في النص صاد تمام؟ تطلع من هنا كام يا شباب؟ 6 سنتي، خلي بالكم من الأرقام اللي أنا بقولها دي تسهل عليك جدا الرسم بتاعك، أدي 6 سنتي، هتحط في الآخر هنا ميم وتحط في النص هنا ب، برضه نفس النظام تطلع الناحية التانية 6 سنتي، هتحط هنا ميم وتحط في النص ب. طب هو بيقول لك الجسم محطوط فين يا شباب زي ما أنتم شايفين؟ بيقول لك الجسم بعد مركز التقور. طب واحد يقول لي يا مستر طب أنا هرسم من الناحية دي ولا أرسم من الناحية دي؟ ارسم من أي ناحية أنت عايزها، مفيش أي مشكلة خالص، لأن الاتنين زي بعض. العدسة ما تفرقش معايا هرسم منين، لأن كده كده العدسة وسط شفاف بيكون السطحين بتوعها شفافين. هرسم كده اهوت، ادي الشعاع بتاعنا اهوت، ادي الجسم، هرسم الجسم هنا كده مثلا، اطلع سطر ونص كده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طب هعمل ايه بعد كده بقى؟ اول حاجه هعمل شعاع موازي للمحور الاصلي اهو، شايفينه موازي اهو، شايفين يا شباب موازي للمحور الاصلي تمام. طبعا بيكمل كده الشعاع بتاعنا على طول اهو بالمنظر ده كده اهوت، ويبدا ان هو ينكسر مارا بالبؤره اهو يا شباب، بينكسر مارا بالبؤره، شايفين؟ بصوا الشعاع وصل لغايه الخط اللي في النص، ومن عند الخط اللي في النص انكسر ومر بالبؤره. خلي بالنا كويس جدا يا شباب من الحاجات دي كلها. طب هعمل ايه بقى تاني؟ هعمل شعاع مارا بالمركز البصري اهو من نفس النقطه يا شباب، خلي بالكم الحاجات دي مهمه جدا، من نفس النقطه اللي انت خرجت منها الشعاع الاولاني بتخرج شعاع تاني بس هيمر بالمركز الايه البصري. طبعا احنا عارفين الشعاع اللي بيمر بالمركز البصري بينفذ دون ان يعاني اي انكسار اهو، عدى كده على طول، هتلاقيهم هما الاثنين اتقابلوا في المكان ده تمام. طب تعالى بقى نوصف الصوره بتاعتها. اول حاجه هي نتجت من الاشعه المنكسره ولا من الامتدادات؟ طبعا واضح جدا انها نتجت من الاشعه المنكسره، يبقى معنى كده بتقول لي ان الصوره بتاعتي ديت حقيقيه، وطالما حقيقيه زي ما احنا متعودين وحافظين تبقى دايما مقلوبه تمام، الحقيقيه دايما مقلوبه. طيب فاضل بقى هل هي مكبره ولا مصغره ولا مساويه؟ تعالى هنا كده بص، ادي الجسم طالع سطح الصورة سطر ونص اهو، شايفين الجسم سطر ونص، بصوا الصورة تقريبا سطر اهي، يبقى معنى كده انها بقت مصغرة، يبقى حقيقية مقلوبة مصغرة. طب تعالى نرسم الرسمة التانية، الجسم عند مركز التقور، طبعا مركز التقور يا شباب اللي هو ميم، تعالى بقى نشوف كده لما الجسم يكون محطوط عند ميم هنرسمها ازاي؟ اهو هعدل العدسة برضو بتاعتي بحيث انها تكون معدولة بالمنظر ده، ارسم العدسة تمام؟ طبعا راعينا ان يكون في سطر في النص، اجي اقسم العدسه كده بالنص بالظبط تمام، وابدا ان انا احط هنا صاد، وبطلع زي ما احنا اتفقنا 6 سم من اليمين و6 سم من الشمال، ادي ال 6 سم بتوعي اهو تمام، بحط هنا ميم واحط هنا في النص ب، واجي هنا برده نفس النظام بطلع 6 سم واحط هنا ميم وفي النص هنا ب تمام، هنا كده الميم اهي الحته دي مش معايا. طب هعمل ايه بقى؟ قال لي الجسم عند المركز، طبعا المركز يا شباب اللي هو ميم هنا بالظبط اهي، شايفينها اهو. طب هعمل ايه بقى بعد كده؟ تعالى بقى نشوف كده مع بعض، هطلع شعاع برضو موازي للمحور الاصلي اهو يا شباب تمام. خلاص احنا حفظنا بقى، بقينا اساتذه. الشعاع اللي بيمر بالمركز البصري اللي سوري اللي بيمر بالموازي للمحور الاصلي بينكسر مارا بالبور اهو يا شباب
تمام. طب وهعمل الشعاع التاني اللي هو مارا بالمركز البصري، برافو، اللي هو زي ما اتفقنا بينفذ دون ان يعاني اي انكسار. هتلاقيهم هما الاتنين اتقابلوا في المكان ده هنا اهو، تمام. طبعا المكان اللي بيتقابلوا فيه ده هو دي الصورة، تعال نوصفها، هتلاقيها صورة حقيقية تمام مقلوبة، وزي ما انتم شايفين الجسم طوله سطر والصورة برضو طولها سطر، يبقى معنى كده مساوية. امشي معايا بالخطوات واحدة واحدة وابدأ ان انت ركز، هتلاقي والله الموضوع بسيط ما فيهوش اي مشكلة خالص. ده هنا الجسم عند مركز التقوى. طب تعالى بقى نشوف الرسمة الثالثة عندنا، الجسم بين البؤرة ومركز التقور، تمام. الجسم بين البؤرة ومركز التقور، يعني الجسم محطوط ما بين ب وما بين ميم. تعالى نشوف كده هنرسمها ازاي الرسمة دي. ادي المسطره بتاعتنا اهي، مسطره فين، تمام. ادي نقط العدسه اهي، في خط في سطر اهو في نصها زي ما احنا متعودين وقايلين اهو كده بالمنظر ده. طيب تعالى هنا كده بقى ارسم برضو العدسه بالنص كده، تعالى حط لي هنا صاد، بعد كده هو اطلع بقى من الناحيه ديت كده اهو، حط هنا ايه 6 سنتي، تمام. حط لي في الاخر هنا ميم، وحط لي هنا ب، وتعالى برضو من هنا 6 سنتي، حط في الاخر ميم، وفي النص هنا كمان ب. طب الجسم فين يا شباب؟ بين البؤره والمركز اهو، طبعا بينهم يا شباب، يعني يعني حطه ايه في النص. واحد يقول لي يعني لازم في النص بالظبط يا مستر، يعني اقسمها اشوف دي مثلا دي 3 سنتي يبقى في النص بالظبط عند واحد ونص، مش قصدي كده، اهم حاجه ان هي تكون بينهم وما تكونش قريبه الواحده اكتر من الثانيه. ما تجيش تحط لي هنا كده ب، او تحط السهم تحطه هنا كده يبقى قريب من ب، او تحطه هنا يبقى قريب من ميم، لا حطه بينهم وسطنها كده على قد ما انت تقدر، تمام. طب هعمل ايه بقى بعد كده؟ هعمل شعاع موازي للمحور الاصلي اهو، تمام. بيحصل له ايه الشعاع الموازي للمحور الاصلي؟ زي ما احنا اتفقنا بينكسر مارا بالبؤر اهو، بصوا من نفس المكان اللي بيخرج منه اهو، قادر كده اهو، بقوم عامل شعاع مارا بالبؤر. طيب وهعمل شعاع تاني مارا بالمركز البصري، شايفين يا شباب من هنا كده اعمل شعاع مارا بالمركز البصري اهو، طبعا بينفذ دون اي انكسار، بكملهم كده لغايه ما هما الاثنين يتقابلوا مع بعض. لازم يا شباب الاشعه تتقابل عشان الصوره تتكون اهو، تمام. طبعا كده اكملها كده بالمنظر ده مفيش مشكله. تعالى نوصف الصوره بتاعتنا، طبعا دي نتجت من الاشعه المنكسره، يبقى الصوره بتاعتي ديت حقيقيه، وطالما حقيقيه تبقى مقلوبه، وزي ما انتم شايفين بصوا كان الجسم طوله سطر، الصوره زي ما انتم شايفين بقت داخله على السطرين، يبقى معنى كده حقيقيه مقلوبه مكبره. رقم 4، الجسم عند البؤره، الجسم عند البؤره. طيب تعالى كده نشوف لما يكون الجسم عند البؤره الصوره بتاعته بتبقى عامله ازاي. برضو نفس النظام يا شباب، ادي العدسه بتاعتي اهي، ادي العدسه بقسمها نصين، بحط في النص هنا زي ما احنا اتفقنا صاد، هطلع من هنا كده قد ايه 6 سنتي، تمام. بحط في الاخر هنا ميم، وفي النص هنا زي ما احنا شايفين ب، وبرضو نفس النظام بحط هنا ميم، وفي النص هنا زي ما احنا شايفين ب، تمام كده هو. طيب هنعمل ايه بعد كده بقى؟ قال لي الجسم عند البؤره، يبقى هاجي كده عند البؤره بالظبط واعمل الجسم بتاعي بالمنظر اللي احنا شايفينه. طب هرسم بقى ازاي؟ اهو ارسم شعاع موازي للمحور الاصلي، تمام. هيحصل له ايه يا مستر؟ خلاص احنا بقينا دكاتره ومهندسين، خلاص ينكسر مارا بالبؤره، تمام. وهرسم شعاع مارا بالمركز البصري، تمام. وطبعا الشعاع اللي بيمر بالمركز البصري زي ما احنا عارفين بينفذ دون ان يعاني اي انكسار. طبعا لو واحد لاحظ كده، لو احنا مدينا الخط ده كده ومديت الخط ده كده مش هيتقابل. واحد يقول لي طب تعالى نعمل امتدادات، بص كده تعالى نعمل الامتدادات، برضو الامتدادات بتاعتنا هي كمان مش هتتقابل، يبقى معنى كده في الحاله دي هنقول لا تتكون صورة للجسم. الجسم مش هتتكون ليه صورة، طبعا لأن الجسم لما بيكون عند البؤرة ما بتتكونش ليه صورة، والسبب بتاعنا لأن زي ما احنا شايفين كده الأشعة بتنفذ متوازية إلى ما لا نهاية، الأشعة بتنفذ متوازية إلى ما لا نهاية، ففي الحالة دي ما بتتكونلوش أي حاجة صورة نهائي. طب تعالى نشوف الرسمة اللي بعديها. رقم 5 عندنا، الجسم على بعد أقل من البعد البؤري. رقم 5، الجسم على بعد أقل من البعد الايه؟ البؤري، تمام يا شباب. أقل من البعد البؤري يعني قبل ب. تعال نرسم كده يلا، ادي العدسة بتاعتنا اهو، في سطر في نصها، نخلي بالنا من النقطة دي مهمة جدا، هقسم العدسة كده بالنص، تمام.
ادي هنا دي صاد، هاجي من عند صاد كده زي ما احنا اتفقنا هطلع قد ايه، برافو عليكم، هطلع 6 سنتي اهو، هحط هنا في الاخر ميم وادي في النص هنا ب، وهنا نفس النظام بطلع 6 سنتي وهنا في الاخر ميم وفي النص ب. قال لي الجسم على بعد اقل من البعد الباري، طبعا من صاد ل ب ده البعد الباري، هو اقل من البعد الباري يعني معنى كده انا هحط الجسم هنا كده بالظبط. تمام؟ طيب. هعمل شعبها ايه؟ موازي للمحور الاصلي. تمام خلاص انا لقيت الناس اهي، سامع الناس بتقول معايا اهي، ينكسر مرة بالبر اهو. تمام برافو عليك، ينكسر مرة بالبر، وهعمل شعاع مرة بالمركز البصري اهو، شايفينه؟ مرة بالمركز البصري بينفذ دون ان يعاني اي انكسار تماما. طبعا الشعاع ده لو انت كملته كده، والشعاع ده لو انت وصلته بالمنظر ده مش هيتقبل. طب هتعمل ايه بقى في الحاله دي؟ قال لي تعالى اعمل امتدادات. طبعا شايفين يا شباب الامتدادات انا بعملها ازاي؟ بحط الخط كده الشعاع على المسطره بالظبط، وبعد كده بعمل الامتداد بتاعه للخلف كده اهو. تمام؟ وادي الشعاع الثاني اهو، بصوا على المسطره بالظبط اهو، وبعد كده اعمل الامتداد بتاعه بالمنظر ده، هتلاقيهم هما الاثنين اتقابلوا هنا كده. تمام اهو. تعال بقى نوصف الصوره، هل الصوره دي حقيقيه ولا تقديريه؟ طبعا طالما من الامتدادات يبقى معنى كده على طول تقديريه، وطالما تقديريه وانت مغمض على طول تبقى معتدله. وطبعا زي ما انت شايف بص الجسم سطر، الصوره تقريبا داخله على 3 سطور، يبقى معنى كده مكبره، وساعات بيقولوا عليها مكبره جدا كمان لان بقت 3 اضعافها تقريبا يعني. وطبعا الصوره التقديريه في العدسه يا شباب لو جه قال لك مكانها فين تقول له في نفس جهة الجسم. يعني ايه يا مستر في نفس جهة الجسم؟ يعني انتوا كنتوا تلاحظوا ان معظم الصور كان الجسم في ناحية والصورة في ناحية تانية، الجسم في ناحية والصورة في ناحية تانية، الا هنا يا شباب كان الجسم والصورة في نفس الجهة. ودي طبعا الطريقة اللي هم بيشوفوا بيها مثلا لو حاجات عايزين يكبروها بالميكروسكوب او بالنظارة اللي هي العدسة اللي بتكون عند بتاع الساعات والكلام ده كله، بيبقى حاطط العقرب بتاع الساعة او كده ولابس العدسة، فيبان انها مكبرة في نفس الجهة بتاعة الجسم. رقم 6 بقى، لو انا عايز ارسم بقى ايه المرآة المقعرة، سوري العدسة المقعرة، الصورة المتكونة بالعدسة المقعرة. تمام كده هو. طب هرسمها ازاي؟ برضو انا هرسمها بالمسطرة بتاعت فين، بس تركز معايا قوي شوف انا هعمل ايه. بصوا يا شباب انا برضو حاجة هرسم هنا كده. تمام ركز معايا جدا، المفروض ان انت كنت بتيجي ترسم تحط المسطرة كده بالمنظر ده وبترسم العدسة. طب انا هعمل ايه بقى؟ هرسم نص كده، بصوا رسمت نص كده بس اهو، شايفين نص داير، وهقوم محرك العدسه كده او المسطره كده وارسم النص التاني بالمنظر ده كده، شايفينها اهي، وبعد كده توصل ما بينهم هما الاتنين اهو، بص كده اهو. يبقى انت رسمت نص دايره ورسمت نص دايره كده ووصلت ما بينهم هما الاتنين، طلعت العدسه المقعره معاك اهي، وبرده تيجي كده تقوم قاسمها بالنص بالظبط. تمام وهنا كده تحط لي نقطه اللي هي مين يا شباب؟ صاد، برافو عليكم زي ما احنا اتفقنا. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتطلع برضو 6 سنتي زي ما احنا متعودين، وتحط لي هنا ميم وتحط لي هنا ب. طب وهنا نفس النظام، هطلع 6 سنتي هحط هنا في الاخر ميم واحط في النص هنا كمان ب. طب هعمل ايه بقى؟ قال لي الجسم طبعا هنا في العدسه المقعره الصوره هتكون ثابته، يعني مش هتتغير، فبالتالي حط الجسم في اي مكان، مثلا وليكن مثلا انا احط الجسم هنا كده اهو. ركز بقى معايا كويس جدا في الرسمه دي، هرسم شعاع موازي للمحور الاصلي اهو. تمام طبعا احنا عارفين ان هو بينكسر مره بالبؤر، بس هنا دي عدسه مقعره، العدسه المقعره مش الشعاع هو اللي هيمر بالبؤر، يعني ما ينفعش اجيبها كده، لا ده الشعاع هيطلع لفوق بحيث ان امتداده هو اللي يمر بالبؤر، لان العدسه المقعره زي ما احنا عارفين عدسه مفرقه، عدسه ايه؟ مفرقه. طب هعمل ايه يا شباب؟ بصوا كده دلوقتي انا الشعاع هيطلع لفوق كده بس بحيث ان امتداده يمر بالبؤر، يبقى انت بص لازم تحط الشعاع هنا كده مع البؤره، شايفين اهو الشعاع مع البؤر، تقوم راسم الشعاع اهو كده وتقوم راسم الامتداد بتاعه مره بالبؤره اهو. تمام اهو شايفين يا شباب دي عدسه مفرقه اللي هي المقعره مفرقه، فبالتالي الشعاع مش هيجي كده، الشعاع هيطلع لفوق بس بحيث ان امتداده يمر بالبؤره، فانت لازم تظبطها الاول مع البؤره، شايفين اهو ظبطت الشعاع مع البؤره
ارسم الشعاع وارسم البق الامتداد بتاعه مع البؤره، وهرسم الشعاع التاني اللي هو مارا بالمركز البصري، طبعا عارفين ان هو بينفذ دون ان يعاني اي انكسار بالمنظر ده. طبعا ملاحظين الشعاع ده والشعاع ده ما تقابلوش، لو فضلوا مكملين كده مش هيتقابلوا، بس امتداده، بص ده امتداده هو هو وده امتداده هو للخلف، هتلاقيهم هما الاثنين جم في المكان ده، تمام كده اهو. يبقى معنى كده الصوره بتاعتنا كده طالما نتجت من الامتدادات يبقى صوره تقديريه، وطالما تقديريه تبقى معتدله، وطبعا زي ما احنا شايفين انها مصغره. زي ما انتم شفتوا احنا الحمد لله رسمنا كده العدسات، رسمنا الرسومات كلها بتاعه العدسات، والحمد لله الموضوع بسيط سهل ما فيش اي مشكله خالص، طول ما انت بتلتزم بالتعليمات وتخلي بالك من الحاجات اللي احنا بنقولها الصغيره باذن الله تعالى هتقدر ان انت ترسمها، ما فيش اي مشكله فيها خالص. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه. كان معاكم مستر هيثم التركي من قناه بيزا فيرست، خليك الاول، اشوفكم على خير باذن الله تعالى في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.